الو، جبت الدين من ديلو؟ مفتش عضه؟ طب سلام 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 سلام. هو مين اللي جاب الدين من ديلو؟ اقول لك انا مبدئيا كده، الدين هو رمز للذكاء والقوه والسرعه والمراوغه، ومن الطبيعي ان اي حد يقدر يصطاد الدين لازم طبعا يكون اشطر منه في مهاراته، فما بالك بقى لو قدر يمسك الدين من ديله، وده طبعا هيبقى دليل على القوه والذكاء. نرجع بقى للعصر الفرعوني القديم، كان بيتم اختيار قاده الجيش عن طريق ان هو يجيب الجندي من دول يحطه كفريسه للدين، وبالتالي الدين هيهاجم بكل شراسه وذكاء، وعلى المقاتل ان هو لازم يكون اكثر قوه وذكاء وسرعه من الدين، ولازم يجيب الدين من ديله، وفي اللحظه دي بيكون الدين هو الفريسه مش العكس. والدليل بقى على كلامنا دوت ان هو تم العثور على نقش فرعوني يظهر فيه الملك توت عنخ امون بيصطاد الدين من ديله، وبالمناسبه دي كانت تحفه فنيه نادره من الذهب الخالص، وده بيعني ان اصل المثل فرعوني، ومعناه ان توت عنخ امون هو اللي جاب الدين من ديله. عرفت بقى مين اللي جاب الدين من ديله؟ لو اول مره تعرف المعلومات ديت ما تنساش تعمل متابعه علشان في معلومات كتير قوي جايه، وما تنساش سيب رايك في الكومنتات. كان معكم الفراج من داخل استوديوهات كاش اللي احنا فيها دي. الو، ايه الدين حضك؟ انا جاي لك حالا. بس بقول لك ايه، اعمل لايك وسبسكرايب على المجيله.